تفتحيش على طول ليه؟ نايمة على ودانك؟ خير، ايه اللي حدفك عليا؟ عايزك في كلمتين. كلمتين؟ ماليش مزاج اسمع كلام منك. وبعدين كلمتين ايه اللي انت جاي تقولهم لي دلوقتي؟ كلمتين مهمين يا روح امك. ما بلاش نغلط في بعض احسن. انت دلوقتي ما تعرفنيش كويس، انا ممكن اسجنك اوديك ورا الشمس. انت ما تعرفش ندى بقت ايه. ما انا جاي لك عشان كده، عشان اقول لك ما تلعبيش في ملعب مش بتاعك. اللي هو ابوي. عبد الحكيم، يا لهوي، اصلا انا لما بسمع اسمه جسمي كله بيتكهرب. اصل عبد الحكيم ده ما فيش زيه. عبد الحكيم ده من الرجاله اللي الست تحب تموت نفسها عليه. هو في حنيته ولا في رجولته؟ مش زي ابنه. ابعد عنه، مالكيش صالح بيه. ابعد ده ايه؟ انت عارف انت بتطلب مني ايه؟ انت اكنك كده بتقولي روحي موتي نفسك، ارمي نفسك من الدور العاشر على الاسفلت. لا طبعا. كنت جايه البلد تعمل ايه؟ جايه اطمن عليه، عرفت انه تعبان، قلت اروح اطمن انه بخير. طب عليا النعمه. اوعى تحلف، لاني مش هنفذ حاجه من اللي انت بتقول عليها. واتفضل يلا من غير ما ترد. عارفه لو ما بعدتيش عن ابوي انا هقتلك، انت فاهمه؟ هقتلك. نهار اسود. ايه؟ في ايه؟ الساعة بقت كام دلوقتي؟ الساعة 2 الا ربع. انت وراك حاجة؟ ورايا حاجات كتير قوي. اصلك مش فاهمة حاجة. وانت هتخلع ولا ايه؟ اخلع ايه بس؟ ابويا وامي قاعدين عند عمي، ولو اتأخرت هخش في سين وجيم. قول لهم كنت في الهرم. في الهرم؟ طب ما اقول لهم كنت في الملاهي احسن. طب ما انت شاطر اهو. ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ اسميه ايه ده بقى؟ سميها زي ما تسميها. بقول لك ايه؟ هات الفلوس. لا هات ايه؟ عيب. احنا اللي حصل جوه بينا ده كان محبه. ده انا كنت حاسس ان انا وانتي سمر ومهند. نعم يا روح امك. روح امي؟ اخص على كده. تصدقي ان انا غلطان ان انا رجعت لك تاني؟ ده انت ولا العشق الاسود يا شيخ. سلام يا سمرخانو. واطي وابن كلب. حسن تعالى يا حسن، خش خش. مرات عمي. خش خش يا حبيبي، خش يا جوز بنتي. انت عايز ايه يا حسن؟ في ايه؟ بتزعقي ليه؟ الراجل جاي يطمن عليكي. اللي جابك هنا مرات عمي؟ جيت يا اخويا اشوف المصيبه اللي ابوك عملها دي. بقول لك ايه، كلام كتير ولبت وعجن، انا مش عايزه. انا استقبلتك هنا بس عشان خاطر عبد الحكيم وعشان خاطر ابنه اللي في بطني. انت بتقولي ايه؟ ابني، أخوك. لو أنت ما كنتش تعرف ولا إيه؟ إيه الجنان ده؟ جنان إيه؟ ده عين العقل. عقلي يا بنت الكلب أنتِ، الكلام ده حقيقي؟ اعمل اللي أنت عايزه، حبل المشنقة يا حبيبي هو اللي هيمرجحك يمين وشمال. بس يا حسن عشان خاطري، سيبها يا حسن عشان خاطري، سيبها يا ابني. هتعمل عقلك وعقلي البتاعة دي؟ دي؟ ومالها دي بقى إن شاء الله؟ بيت؟ اتلم انا سكتلك من الصبح. وهيشاع عنك. وان ما سكتش هتعملي ايه يعني؟ هوريك يا حبيبتي اللي عمرك ما شفتيه، وغير كده وكده هخلي عبد الحكيم يطلقك. انطلق لسانك في حلق بقك. يطلق مين يا روحي؟ انا ام الواد، اخر العنود اللي هيرجع له شبابه 20 سنه لورا. يلا بره انت وهو. تعالي يا مرات عمي. انا هقتلك يا بنت الكلب. ابعد عني. هقتلك بقول لك. ابعد عني. هقتلك. حسن يا جدع بس. وفي ده
انزلش. بقولك اطلع بره، انا مش عايز اشوف وشك هنا تاني. لا اتجننت يا بت. يلا يا حسن، يلا يا ابني، يلا تعالى، يلا يا حسن، يلا قدامي، يلا عشان خاطري، يلا يا ابني، يلا يلا يا بابا، يلا 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 يا حسن، يلا يا حسن. انزل انزل. طب انت قلت الادب ايه ده؟ في ده لسه حامل. هي مين اللي حامل؟ الواد لسه منزلش. الله، ما تفهمني يا ابني مين اللي حامل والواد لسه منزلش. سيبيني. سيبيني ايه؟ تعالى هنا، رايح فين؟ انزل انزل قدامي. البت دي بيكحة تعمل لك مشكله وتجيب لك مصيبه. احنا مالناش في الكلام الفارغ ده. واقول لك ايه، انا نازله البلد، يلا تعالى معايا. انا مش نازل، انا قاعد هنا شويه. تعالى معايا، انا نازله البلد، وصلني حتى على الاقل. اركب هوصلك للقطر. يلا قدامي قدامي. عيل ايه بقى اللي انت بتتكلم عنه ده؟ ايه مالك؟ تعبانه ولا ايه؟ شويه. تحبي نروح لدكتور؟ لا انا تعبانه عشان شايفه ابويا كده مش مبسوط. طب ما تروحي تطمني عليه، خليكي جنبه، وبعدين تلاقي موضوع عمتك ده هو اللي مضايقه. لا هو ايه ده ليلى؟ ابويا شايل هم كبير، وجه موضوع عمتي يكمل عليه. بس بس ايه؟ بص يا بنت الناس، انا بصراحه مش عاجبني سكوتك كده، عايزك تبقي في الصوره، قربي منه، حاسسينك بنته اللي خايفه عليه. اسمعي كلامي. طب بقول لك ايه، انا عايزه اسالك سؤال بس تجاوب عليا من غير لف ولا دوران. وانا من امتى بلف وادور عليك يا شمس؟ لو عندك مال وخلفت بنت هتديها حقها ولا لا؟ واكتر كمان، هديها حقها في المال اللي ربنا كتبه لها، بس هحبها اكتر من اي حد، اكتر منك انت شخصيا. رايحة فين؟ هتدلل ابوي. لو ما كنتيش جيتي انا كان هجيلك لحد البيت. ياه للدرجة دي؟ ايوه. خير؟ عايزاكي. ما هو ده اللي انا مستغرباه، هتعوزيني في ايه؟ زينب مالها؟ عينها من مروان. وانت جايباني هنا عشان تقولي لك ده؟ ايوه. طب وانا مالي؟ انا طليقته، انت اللي مرته واللي حبله منه. ايه قلقانه؟